على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا به العمل مع الإخلاص لوجهك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، وصلنا في درسنا هذا في الفقه الحنفي من كتاب اللباب، وصلنا إلى باب الصلاة في الكعبة، في جوف الكعبة وما حولها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبالعلماء العاملين آمين: الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، فإن صلى الإمام فيها بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز. فإن صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته ويكره. وكذلك إن صلى على هدف أعلى منها. هذا ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. نرجع إلى الشرح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الكعبة وحولها. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، أي إلى أي جهة من جهاتها، ولو إلى بابها وبابها مفتوحا جازت الصلاة. دخل إلى جوف الكعبة يتوجه إلى هذه الجهة والباب خلفه صح، الباب توجه عن جهة اليمين جهة اليسار، أو جعل وجهه إلى جهة الباب، كل ذلك صحيح بالنسبة للمنفرد. أما إذا كان إمام فالمأموم يصلي أيضا. الإمام يصلي، لنفرض الإمام وقف وأعطى ظهره لباب الكعبة، فمن صلى عن يمينه وجعل ظهره للإمام ولكن بجهة أخرى فصحت صلاته. إذا جعل ظهره للإمام بجهة يعني الجنوبية أو الشمالية صحت. إذا وقف مع الإمام وبنفس الجهة طبعا هذه صحيحة. أما إذا تقدم عن الإمام وصار ظهره للإمام، صار متقدم عن الإمام، ما صحت صلاته. إذن إذا وقف المصلي بأي جهة من الجهات صحيح صلاته، فقط شيء واحد ما بصح، إذا كان ظهر المأموم لوجه الإمام هذه الحالة ما بصح. طيب، هل هو نذكره: الصلاة في جوف الكعبة جائزة فرضها ونفلها، فإن صلى الإمام فيها بجماعة معه فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام، الإمام متوجه هيك أو هو متوجه هيك وظهر المأموم لظهر الإمام جاز، أو جنبه بحيث أنه وقف جنبه ولكن أعطى ظهره وجهه لهون، يعني المأموم بيسجد لهون والإمام بيسجد لهون، كمان صح لأنه كله في داخل الكعبة. أو جعل وجهه إلى ظهر الإمام، أو جنبه، أو جعل جنبه إلى وجه الإمام، جعل جنبه لوجه الإمام، يعني الإمام عما يسجد هكذا وهو يعني يسجد هكذا، فجنبه صار لوجه الإمام، أو جعل جنبه إلى وجه الإمام،
أو جنبه متوجها إلى غير جهته. الإمام عم يصلي هيك وهو جعل جنبه لجنب الإمام ولكن عم يسجد للجهة المخالفة، الجهة الثانية. كل ذلك جائز. الحالة السابعة، أو جعل وجهه إلى وجه الإمام، جائز. واقف هو هنا بيسجد هكذا والمأموم مقابله يسجد هنا وجهه لوجه الإمام، جاز الاقتداء في الصور السبع المذكورة، إلا أنه يكره أن يقابل وجه الإمام بلا حائل. إذا وقف قدام الإمام بالضبط، الإمام واقف هنا ووقف قدامه بالضبط، الصلاة صحيحة ولكن مكروهة، إلا إذا في حائل بيناتهم. مثلا نفرض بالداخل جوف الكعبة في ثلاث أعمدة، فإذا الإمام عم يصلي وفي قدامه عمود، هو وقف بالجهة الثانية ومقابيل العمود، شو صاروا؟ صاروا اثنين مقابيل بعضهم، ولكن العمود حاجز بيناتهم، صحيحة. أما من دون عمود، دون عمود صحيحة مع الكراهة. طيب، ومن جعل منهم ظهره، طيب قال هون وكل جانب قبلة حكينا، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته، أي لتقدمه على الإمام. هو الإمام واقف هنا، إجا وقف قدام الإمام، صار الإمام وراه، عطى ظهره لوجه الإمام، ما صحت صلاة. فإن صلى الإمام خارجها، الإمام خارج الكعبة، خارج جوف الكعبة، في داخل المسجد الحرام، تحلق الناس حوله، نعم تحلق الناس، تحلق قال بدون الواو على ما في أكثر النسخ، نعم. وفي بعضها وتحلق الناس حول الكعبة، مثل الصورة اللي عم نشوفها اليوم، وقف الإمام بجهة والناس حلقات حلقات. المكان اللي واقف فيه الإمام، المكان اللي واقف فيه الإمام فقط، ما في ناس تتقدم على الإمام. يعني لنفرض أن الإمام واقف هون بينه وبين الكعبة 3 أمتار، فكل هذا الصف ما حد بيقدم عن الكعبة. أما هون هاي الجهة قدموا لقدام، قدموا، ما في بينه وبين الكعبة ولا متر واحد، صحيح صلاتهم. بالجهة المقابلة الإمام، صار المأمومين وجه لوجه الإمام والكعبة بيناتهم، صحيح. وكذلك من هون، إذا ممكن إذا وقف بجهات القبلة الثلاث إنه يكون متقدم على الإمام، مثل ما هذا عم نشوفه نحن بهالزمان، هذا عم نشوفه قدامنا، فصلاة صحيحة. أما الجهة اللي فيها الإمام ما بتقدم المأموم على الإمام. طيب، قال في الجوهرة، إن كان بالباب بالواو فهو في صورة المسألة وجوابها فمن كان، ما مشكلة يعني، وإن كان بدون واو فهو جواب إن، ويكون قوله وصلوا بصلاة الإمام بيانا للجواز، وقوله فمن كان للاستئناف. فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب. اتحاد الجانب، الإمام واقف هنا وعم يصلي للكعبة، ما في من هالجهة هاي حدا يتقدم، أما من الجهات الثلاث فيتقدم، نعم. فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة جاز الصلاة إذا لم يكن في جانب الإمام، لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب. وقال في الدرر، ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره، وينبغي الفساد احتياطا لترجيح جهة الإمام. ولو وقف مسامتا مقابلا، نعم، لركن في جانب الإمام، الكعبة مربعة،
ما هيك؟ ما تبلغ الكعبة صورة الكعبة من هون مجسمة. نعم الله يزيك الخير. والله الله يزيك الخير اللي جبنا إياها يعني. نعم أنا الزغلولي. إيه نعم. وين باب ما مرسوم الباب هذا؟ طيب هذا هون يعني الإمام عما يقف، هذا باب الكعبة من هون شايفينه؟ نعم. والإمام من وقف مقابل باب الكعبة. إجا رجل وقف هون في الزاوية مساند للزاوية، بده يكون مو قدام الإمام، بده يكون على صف الإمام، لأنه هذا يعني يعتبر مشكل نصه هنا ونصه هنا. فلو وقف على مسامتا ومن صلى في وفي الدرار، ولو وقف مسامتا لركن من جانب الإمام، الإمام واقف هون ووقف بهالركن هذا مسامت أي أمام الركن، وكان أقرب، ما بصير يكون أقرب، بده يكون على صف الإمام، لأنه إذا كان أقرب بيكون متقدم على الإمام. نعم. قال لم أره يعني وينبغي الفساد، أي لم أرى هذا المسألة جائزة. نعم. وينبغي الفساد احتياطا لترجيح جهة الإمام، فالأقرب هذا الذي وقف هنا عند الركن، الأقرب أنه ما تكون صلاة بالصورة هاي صحيحة مع الإمام. ومن صلى على ظهر الكعبة ولو بلا سترة جازت صلاته ويكره. إذا واحد وقف على ظهر الكعبة وكان ما فيها، لا هون الكعبة حاليا في إلى سترة، يعني شو سترة؟ يعني من جميع الجهات السطح النازل عن الحرف بحدود 70 سنت أو متر أحيانا، ماشي؟ فهل النزول هذا اللي بيصلي هون في سترة أمامه؟ أما لو فرضنا أنه ما في سترة هكذا على سطح الكعبة، أو وقف مثلا هون، لو فرضنا هذا محل عريض وصلى هون ما في قدامه سترة، صحيحة صلاته. نعم. ومن صلى على ظهر الكعبة ولو بلا سترة جازت صلاته ويكره، لما فيه من ترك التعظيم. يعني هذا اللي يصلي، الأصل أنه نعظم الكعبة، فهو طلع إلى ظهر الكعبة وصلى هنا، فهذا في خلل باحترام الكعبة وتعظيم الكعبة. ولو نعم، ولورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان على ظهر الكعبة. قال، ما بعرف الحديث هنا عندكم ولا ما نجايبه بالشرح، وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن. 7 مواطن نهى عن الصلاة فيها صلى الله عليه وسلم. عند المزبلة، مكان إلقاء القاذورات والوسخ هذا ما بصلي المؤمن، وعند المجزرة مسلخ، عند الذبح ما يخلو من نجاسة، ما يخلو من دم، وعند المقبرة، في المقبرة يعني مكروه الصلاة، لأنه اللهم صل على سيدنا محمد، كانوا قديما يعني الآن ما فيها شيء هذا، أنه أحيانا يتخذوا من القبر سترة ولقضاء الحاجة، فمظنة نجاسة. والمقبرة وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني على جنب الطريق، واقف الطريق على الصيف، كانوا يعني في كثير قديما، ما هو قديم كثير، كان كثير ناس يطلعوا ويقضوا حاجتهم في الشارع. لا هذا الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه قال، أول ما جيت على الرياض سكنوني يعني في منطقة، كل ما بدي أطلع الصبح على صلاة الصبح وإزداء الشارع مليء بالناس على اليمين وعلى اليسار، هذا يعني جالس هنا عم يقضي حالته، هذا كثير، مو واحد واثنين وثلاثة، مرة على مرة صار يعني يلاقي حرج بالطلعة من بيته للمسجد، بشوف 20-30 واحد على اليمين وعلى اليسار، والمكان يعني الطريق ما كان فيه إنارة عتم، بس إما بينحرجوا لما بتمرق شي سيارة
معلق الضوء الأضوئي فتنكشف الشغلة. فمرة أخذوا مشوار وإذ شارع جميل جدا يعني، فقال شو اسمه الشارع؟ قالوا له شارع الملز. قال كنت ليش سكنتون هيك شارع المشخ؟ كل ما يقطع حاجته في الشارع. فكانوا قديما ما في يعني بالدور في محلات يعني مرحاض أو ما شابه ذلك. إذا يعني نهى صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته على قارعة الطريق. وفي الحمام أيضا، حمام اللي هو حمام عام أو حتى حمامات البيوت يعني مكان نجاسة. ومعاطن الإبل، هذه معاطن الإبل يعني مبارك الإبل، الجمل حقود، وربما إذا رأى صاحبه يعني يسجد ربما جاء الجمل وبرك فوقه. فإذا برك فوقه شو ساوي؟ ساوي كفتة يعرف شو مصبوط. نعم، ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. إذن هذه السابعة. نعم، ماذا قلت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، يعيدون. إذن عند أول شيء نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، في أولا المزبلة، وثانيا المجزرة، المجزرة يعني المستخر مكان الذبح، والثالثة المقبرة، والرابعة قارعة الطريق، والخامسة الحمام، والسادسة معاطن الإبل مبارك الإبل، والسابعة فوق ظهر بيت الله الحرام. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، وقال هذا حديث ليس بإسناد قوي ولكن يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ماجه رضي الله عنهم جميعا. فهذا يعني أن يصلي. وكذلك إن صلى على هدف أعلى منها يكره ذلك. إذن ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته ويكره. وكذلك إن صلى على هدف أعلى منها، وهذا الحاصل اليوم في مكة المكرمة أنه المباني اللي حول الكعبة كلها تصارت أعلى من الكعبة بكثير، ولكن تصح الصلاة فيها ولا ما تصح؟ بتصح الصلاة عند أبي حنيفة مع الكراهة، ربما بقية الأئمة قالوا تصح من دون كراهة يعني، لأنه هلأ ما أبيل الحرم أبيل الكعبة في عمارة 50 طابق و60 طابق ومن هنا ومن هنا، وفي ما أبيلها من جهة ثانية هذه عمروا القصور فوق الجبل، وغير القصور قديما كان في دور فوق الجبل، فهؤلاء إذا توجهوا فيكونون أعلى من الكعبة، يصلون باتجاه الكعبة ولكن هم أعلى تصح صلاتهم، خاصة إذا كانوا في مكان يعني في نافذة كبيرة والنافذة عم يروا منها الكعبة المشرفة فتصح صلاتهم. اللهم صل على سيدنا محمد. هلأ بالنسبة لحكم التوجه للكعبة، اللي واقف مع أبيب الكعبة ما بتصح صلاته إلا يكون نظره امتداد نظره إلى عين الكعبة. نحن جالسين أو عم نصلي بصحن الطواف، اللي بصحن الطواف ما بتصح صلاته إلا يتوجه إلى عين الكعبة. يعني لو كان الكعبة ها هنا واحد وقف وعم يصلي هيك بهالاتجاه، لو أخذنا نظر من عينه إلى جهة الكعبة صار وين هو متوجه؟ بعيد عن الكعبة. فإذا كان مبصرا، هذا حكم غير الأعمى، إذا كان مبصرا ما صحت صلاته لأنه هو متوجه هيك والكعبة هون، بده يتوجه لعين الكعبة، يجعل الكعبة أمامه تماما. إذا كان يعني ما نشايف الكعبة لأنه هو بعيد عن صحن الكعبة، هو تحت الرواءات ومن الداخل ما نشايف الكعبة، طلع يمين يسار ما نشايفها، بس شايف انه هيك اتجاه الكعبة والناس عم يصلوا هيك، بصح صلاته صحيحة
ولو أخذنا من عينه إلى الاتجاه لعند الكعبة طلع خارج يصح صلاته. ليه؟ لأن صلاته إلى جهة الكعبة. ماشي؟ فإذا اللي شايف الكعبة لابد أنه يكون صلاته إلى جهة الكعبة، اللي ما شايف الكعبة تصح صلاته إلى جهة الكعبة. هلأ الناس اللي بعيدين إن كان في مكة ولا أبعد من مكة ولا نحن هنا في تركيا، صلاتنا إلى جهة الكعبة. ولو نحن أخذنا يعني من شو بقوله من عند قبلة المسجد أخذنا خط مستقيم لعند جهة الكعبة، بجوز يجي بعيد عن الكعبة كيلومتر يصح، لأنه في يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة. أهل المدينة قبلتهم إلى الجنوب، أهل المدينة قبلتهم إلى الجنوب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا نحن توجهنا إلى جهة القبلة ولو لم نصب عين الكعبة فصلاتنا صحيحة. هذا بالنسبة للناس يعني إن كانوا في صحن الكعبة هذا حكمهم، أو كانوا يعني داخل المسجد ولكن لا يرون الكعبة، أو كانوا خارج المسجد أو في أي بقعة من الدنيا. المهم إذا أخذنا يعني من عندهم خط إلى الكعبة فنصل إلى الكعبة. في مشكلة عند الناس الذين يسكنون في الجهة الثانية من الكرة الأرضية، الناس اللي يسكنون أمريكا وكندا وفي القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي يصح اقتداءهم. إذا أخذنا الكرة الأرضية الكعبة من هالجهة وهني من هالجهة، فيصح لو يعني أخذنا القطر من عند أو نصف القطر من عند هنا نصف المحيط من هنا للكعبة يصح. في ناس قال لا يعني هو بده يروح من الجهة الثانية للكعبة يصح إن كان من هنا ومن هنا، طالما إذا أخذنا خط من عند القبلة اللي هي قبلته في المسجد وأخذنا. طبعا الأسلم أن نأخذ الخط الأقرب، فالخط الأقرب محل ما عم يصلي نأخذ خط إلى الكعبة، فالخط الأقصر هو الأفضل، يعني من اتجاه شمال وينزل إلى الكعبة. نعم إذا تساوى الطرفين فله الحق في ذلك إن كان من هنا أو من هنا. هذا وبالله التوفيق، ونكون يعني انتهينا من موضوع الصلاة وأحكام الصلاة، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.